اعزائي التلاميذ مرحبا بكم كما تعلمون التولد الى الكائنات الحيه هو وظيفه تمكن من نقل الحياه عبر الاجيال وتهدف هذه الاخيره الى استمراريه الحياه والحفاظ على النوع وباعتبار ان النباتات كائنات حيه على اختلاف انواعها قادره على التولد الجنسي مثلها مثل الحيوانات والانسان اذا كيف تؤمن هذه الاخيره تولدها الجنسي علما انها ثابتة في مكانها ولا تتنقل إذا للإجابة على هذا السؤال تابعوني خلال هذا الشريط سوف نقتصر على دراسة التولد الجنسي عند النباتات الزهرية التساؤلات التي يمكن أن نطرحها هي كالآتي أولا كيف يتم التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية؟ ثانيا ما هي الأعضاء المتدخلة في هذا التوالد الجنسي؟ ثالثا اين وكيف يتم الاخصاب عند النباتات الزهريه رابعا كيف تتحول الزهره الى ثمره للاجابه على هذه التساؤلات لنتابع معا اولا لنتعرف على مكونات الزهره تتكون الزهره من الاجزاء الاتيه اولا الكأس الشمراخ الزهري ويتكون من السبلات ثانيا التويج ويتكون من البتلات ثالثا الأستية وتتكون من جزئين المئبر والخيط رابعا المدقة وتتكون من ثلاثة أجزاء الميسم القلم والمبيض ما تعرفنا على مكونات الزهرة سوف نقوم الآن بالكشف عن الأعضاء المتدخلة في التولد الجنسي عند النباتات الزهرية لذلك سوف نقوم بالتجربة الآتية خلال التجربة سوف نقوم بدراسة ثلاث حالات الحالة الأولى لدينا زهرة نأخذ فرشاة ونقوم بفرك الزهرة ثم بعد مرور 15 يوماً نلاحظ النتيجة المحصل عليها النتيجة المحصل عليها تحولت الزهرة إلى تمرة. الحالة الثانية بالنسبة للزهرة في الحالة الثانية سوف نقوم بتغطية ميسم المدقة ثم بعد ذلك نأخذ الفرشات ونقوم بعملية الفرق بنفس الكيفية السابقة بعد مرور 15 يوما لم تتحول الزهرة إلى تمرة وإنما دبلت وماتت الحالة الثالثة خلال هذه الحالة لدينا زهرتان بالنسبة للزهرة الأولى سوف نقوم بنزع المدقة ونترك الأشدية أما بالنسبة للزهرة الثانية سوف نترك المدقة ونقوم بنزع الأشدية ثم بعد ذلك نأخذ فرشاة ونقوم بفرك أشدية الزهرة الأولى ثم بعد ذلك نفرك ميسم الزهرة الثانية سوف نركز على النتيجة الملاحظة على مستوى الزهرة الثانية إذا بعد مرور 15 يوما تحولت الزهرة الثانية إلى تمرة الآن سوف نقوم بتفسير النتائج المحصل عليها بالنسبة للحالة الأولى والثانية من التجربة التساؤل يطرح نفسه وهو لماذا تحولت الزهرة في الحالة الأولى إلى تمرة بينما الزهرة في الحالة الثانية لم تتحول إلى تمرة وإنما دبلت وماتت السبب وراء تحول الزهرة الأولى في الحالة الأولى إلى تمرة راجع إلى وجود الأستية والمدقة معا داخل نفس الزهره وبعد القيام بعمليه الفرق انتقلت حبوب اللقاح من مئبر الزهره الى ميسم الزهره اما فيما يخص الحاله الثانيه السبب وراء عدم تحول الزهره في الحاله الثانيه الى ثمره راجع الى تغطيه ميسم المدقه الذي حال دون انتقال حبوب اللقاح من المئبر الى الميسم بالرغم من القيام بعملية الفرق وبالتالي دبلت الزهرة وماتت. أما فيما يخص الحالة الثالثة، السبب وراء تحول الزهرة الثانية إلى تمرة بالرغم من نزع الأستيا راجع إلى نقل حبوب اللقاح بواسطة الفرشاة من الزهرة الأولى إلى الزهرة الثانية. نستنتج من خلال تفسير النتائج المحصل عليها ان السدات مفرد الاسديه هي العضو التناسلي الذكري ويحتوي على حبوب اللقاح وتعتبر المدقه العضو التناسلي الانثوي وتحتوي على البويضات بعدما كشفنا عن الاعضاء المتدخله في التوالد الجنسي عند النباتات الزهريه نمر الان للتعرف على ظاهره الابر وانواعه عند النباتات الزهريه يسبق الابر الاخصاب وهو نوعان ابر مباشر وابر غير مباشر يكون مباشرا اذا تم نقل حبوب اللقاح من ميبر زهره الى ميسم نفس الزهره كما راينا في الحالة الأولى من التجربة ويكون غير مباشرا إذا تم نقل حبوب اللقاح من مئبر زهرة إلى ميسم زهرة أخرى كما رأينا في الحالة الثالثة من التجربة نمر الآن للتعرف على عوامله حسب نوع الناقل المستعمل في نقل حبوب اللقاح نميز عدة عوامل للأبر عن طريق الحشرات تتدخل الحشرات في نقل حبوب اللقاح مثل النحل، يعتبر النحل اهم ناقل لحبوب اللقاح، فيما يخص نقل حبوب اللقاح من طرف النحل فان هذه الاخيره اثناء جولتها داخل الحقول بحثا عن الغذاء وبحثا عن الرحيق من زهره الى اخرى فهي تقوم بنقل حبوب اللقاح بشكل عفوي أثناء تواجدها في قلب الزهرة وهكذا تقوم بعملية الأمر ثم عن طريق الفراشات الطيور عن طريق الرياح حركة الرياح تؤدي إلى اهتزاز أوراق الأزهار وهذه الاهتزازات تسمح بتناثر وانتشار حبوب اللقاح عن طريق الإنسان يتدخل الإنسان في عملية الأبر وذلك باستعمال أداة كالفرشاة كما رأينا في التجربة أو أداة أخرى تسمح بنقل حبوب اللقاح من زهره الى زهره اخرى او داخل نفس الزهره بعدما تعرفنا على ظاهره الابر وانواعه نمر الان لنتابع مصير حبه اللقاح عندما تصبح حبة لقاح على اتصال بميسم الزهرة تنمو بإنتاج أنبوب يسمى أنبوب اللقاح. يسمح للمشيج الذكري بالتنقل نحو المشيج الأنثوي للالتقاء به داخل الكيس الجنيني. حيث يتم اتحاد نوتيهما لإعطاء بيضة. تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الاخصاب عند النباتات الزهرية. بعد الاخصاب تحول البيض إلى بذرة ويتحول المبيض إلى تمرة وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا وحدة التواجد الجنسي عند النباتات الزهرية. نضرب لكم موعداً آخر مع وحدة التواجد الجنسي عند النباتات اللا زهريه الى اللقاء